معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد سيد عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك. اذا تقرير هيومن راش واتش اتهمت السلطات في بغداد واربيل باعتقال وتعذيب الاطفال بتهمه الانتماء لتنظيم داعش. ما المسوغ القانوني لهذه الممارسات في رايك؟ اهلا بك. يعني التقرير واضح وجليل معالم وأوضح الكثير من المغالطات التي تدعيها القوات الحكومية والأجهزة الأمنية حول المعتقلين في العراق وأوضاعهم المأساوية التي تتعمد الحكومة في ذلك، سواء كانت يعني في المعتقلات العلنية أو السرية. وفي بداية الأمر دعنا نتكلم عن الأوضاع التي أدت بها هؤلاء الأطفال للحاق بمجاميع السلحة والميليشيات. تشير التقارير الدولية إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي المتدهورة التي عقبت الاحتلال وإلى اليوم والسياسات الممنهجة التي تقوم بها الحكومات الحاكمة في بغداد. زادت الطين بلة بسبب السياسة الانتقامية والعنصرية والغصبية حدث في ابناء الشعب العراقي سواء الاطفال وغيرهم الى التهجير والانتقال التعسفي والبطاله والتشريد، وعلى الرغم من القانون يحظر على الحكومات او والاطراف النزاع تهجير الاطفال، ولكنه اكد في الوقت نفسه على ان هؤلاء ضحايا وعلى الحكومات وجوب المساعده وتاهيلهم مره اخرى وان لا يعذبوا بطريقه وحشيه وهمجيه كما ذكرها التقرير. وفي هذه الحاله يتمتع الاطفال بحمايتين، عفوا بحمايتين معززتين، اولا كونهم اطفال لا يسيرون على شيء حلقه ضعيفه، وثانيا ان القانون الدولي والقانون المحلي يوجب على الحكومات ان تتعامل مع هؤلاء الاطفال برفق وان تتعامل معهم كانهم ضحايا وليس كانهم متهمون او مشتبه بهم وما الى ذلك. واذا ما اردنا ان نعمم عمليه الاعتقال هذه، من الواجب ايضا على الحكومه اعتقال الاطفال التي لديهم ميليشيا الحشد الشعبي للقتال معهم في معارك الفلوجه وصلاح الدين ونينوى. فالمشكله واحد والقانون واحد، فلا يكون هناك ازدواجيه في المعايير وتطبيق القوانين هذا وذاك على مختلف الأصعدة ولا على مختلف الفئات والطوائف في العراق. طيب، المنظمة أكدت اعتقال 1500 طفل في العراق حتى نهاية العام الماضي، على ماذا يدل هذا العدد الكبير من الأطفال المعتقلين؟ نعم، يعني هذا العدد الذي ذكرته المنظمة هو نفسه العدد أيضا في عام 2016 وفي نهاية 2016، حيث قامت القوات الحكومية أيضا باعتقال نفس العدد أو مقارب لهذا العدد أو أكثر منه بقليل حسب ما ذكرته التقارير وحسب ما ذكرته أيضا هي منظمة هيومن رايتس ووتش على أن هذه الأعداد يعني هي يعني في صيغة محددة وممنهجة في كل فترة من الفترات، وهذا يدل على السياسة الانتقامية وعلى السياسة الواضحة من خلال يعني استخدام الاسلوب الطائفي وتعميم نموذج العقوبات على الفئات المجتمع العراقي. فلا تراعى هناك الفئات العمرية ولا تراعى هناك أيضا المسميات في هذه عمليات الاعتقال وعمليات التعذيب، وهي سياسة ممنهجة للقوات الحكومية ضد أبناء الشعب العراقي. طيب، استمرار هذه السياسات إذن الحكومية تجاه المعتقلين سواء أكانوا أطفالا أم رجالا بالغين، كيف يؤثر في المجتمع العراقي؟ نعم، هذه السياسات العقابية لها عواقب وخيمة وكبيرة على المجتمع العراقي ولا سيما شريحة الأطفال، حيث تحدث أو تحد من قدرة الشباب على الاندماج في المجتمع وجعلهم اكثر تطرفا وانتقاما لمحيطهم. ولا عجب ان هذه الحكومات هي من تصنع الارهاب و
تصنع القتل والخراب لمجتمعاتها، والا لو كانت حريصه على بناء الدوله وحريصه على بناء المجتمع لكان هناك يعني معتقلات تاهيل وليس معتقلات تعذيب، وليس هناك تنكيل بالمدنيين او المشتبه بهم. ونحن نعلم جميعا ان هؤلاء جميعهم هم مشتبه بهم وهم ابرياء، فلا يمكن ان تتعامل الحكومه بهذا الشكل، ولكنها تريد ان تزيد هذه المعاناه وترغب في تفكيك المجتمع العراقي وتضعه نحو الحاويه، وهذا يعني هو ديدن الحكومات وديدن الاحتلال في العراق. شكرا جزيلا لك يا عمر فرحان، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.